كلام عن صفقه احمد فتحي او عن انه احمد فتحي ماشي من النادي الاهلي، يا جماعه احمد فتحي لسه على قوه النادي الاهلي، ده بالعكس كان مشارك وكان لابس شرط الكابتن في الماتش الاخراني. لما يخلص الموسم ويمشي كابتن احمد فتحي، ابقى اقول كابتن احمد فتحي مشي ليه، واكيد هتلاقي رد على سؤالك. والكلام على رمضان يعني خلاص بقى، يعني مش ممكن لسه نتكلم على رمضان صبحي دلوقتي. اول الكلام على رمضان لعيب كويس جدا وموهبه حقيقيه ولعيب محترم جدا، لكن هو اساسا مش على ذمه النادي الاهلي، وقلناها مرارا وتكرارا، الاهلي ما بيقفش على حد، والفلوس مره تانية بناكد ما بتجيبش بطولات. وانا كنت لسه بكلم حضراتكم، كان نيمار جاب بطوله البي اس جي ولا دي ماريا ولا 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 ايكاردي ولا كل النجوم العالم الصفقات بمليارات، احنا بنتكلم على فريق ثمنه يتخطى حاجز المليار دولار، كانوا جابوا بطوله اوروبا. البطولات عمرها ما كانت فلوس، البطولات دي منظومه وتاريخ وثقافه وشغل كبير جدا.